اوعوا تفتكروا اني قاعد عشان الاوفر تايم، انا قاعد بتسلى لغايه ما يجي ميعاد دخول شقتي. شقتي الدخول فيها بمواعيد والخروج منها بمواعيد. يلا يا سعاد. زلالك مخفينا. كده كويس؟ استنى، يبقى خلي بالك من الحاجات دي والا مراتك هتنكد عليك عيشتك. عارف الاستاذ منصور مراته اكتشفت الرجعة على القميص وعادي كانت ليله مهببه، عامل حدق وقال لها دي بعت على الاسود وهي ما كدبتش خبر، بعتت قميص لمعمل التحليل ورفعت عليه قضيه طلاق وكسبتها وخدت الشقه وطردته منها. انت بقى على الراديو. انت ساكنه فين؟ ما انا قلت لك مع امي. وامك ساكنه فين؟ في ميدان اسماعيليه في مصر الجديده. طب كويس، اوصلك بقى الاول المترو. نعم، انا لازم اروح تاكسي. وانا هحرقلك تاكسي فين دلوقتي بس؟ اطلب لي ليموزين. انا مش عارف الستات ليه غالبا تسكن في اخر الدنيا. قصدك ايه؟ انت بتجيب ستات تانية هنا؟ لا طبعا، انا راجل متجوز ومخلص جدا لمراتي. جود نايت مستر حسن. جود نايت مس روز. مالك في حاجة؟ لا، اصل مفتاح الشقه كان واقع مني بس لقيته. انا اسمع اصوات خريب قوي في شقتك، كون هرميه دخلوها يا مستر حسن. ما تقلقيش نفسك يا مدام روز، مفيش حاجه تتسرق. تصبح على خير. وانت من اهله؟ لا مؤاخذة يا حسن، الست هانم نسيت البتاع. لا مؤاخذة يعني يا أستاذ عطلة، إحنا مش المتفقين إن المفروض حضرتك تسيب الشقة الساعة 8؟ عارف يا أبو علي، وأنت كمان لازم تعرف إن الحاجات دي ما تتظبطش على ساعة الجامعة، دي تسهيل يعني. ما بقولش حاجة لو الدنيا صيف، إنما في الشتاء وأنا من غير عشاء. عندك حق. على فكرة يا أبو علي، أنا قلت فيك بقين حلوين قوي عند حلم بيه. بالذمة؟ حلم بيه شخصيا؟ أمال إيه؟ وإحنا بنعمل حركة الترقيات، قلت له حسن ده موظف ممتاز وكفء. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أستاذ عطلة. أنت هتوصل يا حسن، هتوصل.
حسن ما تنساش تشتري ازازة نبيت وازازة براندي. من عناية. بس ده ما دفعش حق الازازتين اللي قبل كده. هو هيستقفني ولا ايه؟ مساء الخير يا استاذ حسن. مساء الخير يا دكتور لطفي. متاخر مش عوايدك يعني. بسبب واحد مفجوع بعيد عنك كان بينها تورك فرخه بلع العظمه وقفت في زور. كويس انه ما اكلش فخده خروف. تصبح على خير. تعرف يا استاذ حسن كميه الخمره اللي انت بتشربها دي محتاجه كليتين فوق الكليتين اللي عندك. لا 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 انا مش شريب، انا حيالله كاس ولا اتنين من وقت للتاني، لكن اصحابي وحبايبي هم اللي سافنجه بصحيح. بس 100% انت راجل صحتك بومب. اصل انا بحط وداني على الحيط وبسمع الزيطه. انا اسف يا دكتور على الدوشه. ايه كل يوم كل يوم؟ ارحم شبابك يا ابو علي. تصبح على خير يا دكتور. استاذ حسن انت مستعد تقدم خدمه للعلم؟ انا لو سمحت بقى تيجي معايا الكليه اشرح حالتك للطلبه ونكشف عليك ونشوف سر قوتك. انا ما عنديش مانع بس انا خايف عليكم من خيبه الامل. تصبح على خير يا دكتور. وانت من اهله. يشرف وقت ما يعجبه.
دلوقتي حالا. الو، ايوه انا، انا حسن. اهلا ابو علي، اصلك وحشتني قوي، قلت اكلمك وامس عليك. ما تشوفش وحش يا حبيبي، انما انت مين؟ انا الاستاذ جعفر، الاستاذ جعفر فؤاد. جاي ابو علي مدير الحسابات. اهلا يا استاذ جعفر، انا اسف ما عرفت صوتك. ولا يهمك يا ابو علي، انا بكلمك من دقي، وحظي كان بومب النهارده، علقت حته بيت. عايزين بقى نيجي عندك نشرب فنجانين قهوه. انا اسف قوي يا استاذ جعفر، انت عارف انا ما عايزش حاجه عن حضرتك ابدا، بس انت ميعادك بكره، خلينا ماشيين حسب الجدول. اعمل معروف. لا ميعاد بكره ماشي، بس الليله دي فرصه ما تتعوضش، ما تضيعهاش من ايدي ارجوك. بس يا استاذ جعفر ده حته شوكولاته يا ابو علي. تقول لي شوكولاته، تقول لي ملبن. انا اسف قوي، انا خلاص دخلت تحت اللحاف من شويه، وكمان واخد قرص بونو. شوف يا حسن، احنا اليومين دول بنحط التقارير السريه للموظفين، وادينا لك يا سيدي تقدير ممتاز، وانت طبعا لازم تحافظ على التقدير ده، مش كده ولا ايه يا حبيبي؟ طبعا، بس ازاي احتفظ بالتقدير اذا ما كنتش بنام بالليل؟ الساعه لسه ما جاتش 11 يا ابو علي، وانا مش هقعد عندك يا سيدي غير 45 دقيقه. الله، انا هفضل مستنياك طول الليل هنا ولا ايه؟ انت بتكلم مين؟ بكلم امي. ليه؟ انت ناوي تجيبها معانا؟ اجري استني هناك. بقول لك ايه يا ابو علي، خليها نص ساعه عشان خاطر، ايه رايك؟ انا ما عنديش هنا لا شرب ولا مزاج، والكاسات مش نظيفه، وانا بتاع الحاجات دي. جري يا ابو علي، طلع الجوزه يا حبيبي. حاضر يا استاذ جعفر، تحت امرك يا استاذ جعفر. ما تشغلش بالك يا استاذ جعفر، بيتك ومطرحك يا استاذ جعفر، احنا هنا ما بنقفلش ابدا يا استاذ جعفر، الخدمه 24 ساعه. الحته شوكولاته قال. معقوله؟
معقوله نخبط على امك في نص الليل؟ ما تشغليش بالك انت بامي، دي لو عصرجت مره تانيه هتنطرد من الشغل. يلا بينا. ثانية واحدة. بقى دي شقة أمك؟ آه، الست خضرة أم جعفر. كده؟ يا ست خضرة، يا ست خضرة، أنت فين يا أم جعفر؟ خشي يا بنتي خشي. روز، do you hear? Yes, this is the second round. بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده. سيادتك تبقى محجوب عبد الدايم. طز. صباح الخير يا استاذ عطار. صباح الخير يا حسن. أنسة نوال، إزاي أخبار الشغل معاك؟ زي العادة يا أستاذ عطار. أنت عملت إيه في شعري؟ أنا غيرت لون غلط مش كده؟ هاتشي! أنت عندك برد؟ أيوة، حاسبة لا تتعدي مني. لا ما تخافش، أنا عمري ما باخد برد. لازم بقى بتنامي في سريرك، قصدي يعني ما حدش بيمنعك إنك تنامي في سريرك وبتتدفي بقى. انا اسف جدا، الظاهر البرد اثر على مخي. انت كان لازم تخليك في السرير النهارده. قولي كان لازم اخليني في السرير ليله امبارح. نواف يا ابو علي، نفسي ومنى عيني اركب معاها اسانسير لوحدينا ويكون طالع مشويش في عماره عليه. دي احسن مندوبه في الشركه. بس يا خساره مش قادره اوصلها. يبقى لازم معرفش سكتها. بس لا ابدا، ده في غيري كتير حاولوا معاها ومفيش اي فايده، مستحيل. يبقى مش من ايام، لسه في بنات جد. لو انت صادق، لسه في رجاله على نياتهم. يرحمكم الله ابو سريع. ازاي يا ريس؟ على فين ابو علي؟ صباح الخير يا استاذ مرسي. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. صباح الخير. انا اسف للي حصل للحاف، اصل المعفوفه صممت انها ترص الفحم راحت النار ماسكه في اللحاف. انا مش جاي اتكلم عن اللحاف، انا جاي اعتذر عن ميعاد الليلادي. بتقول ايه؟ احنا مش ملتزمين بجدول يا استاذ. ايوه، بس انا النهارده عندي انفلونزا وحرارتي عاليه قوي، وناوي اطلع من الشغل على السرير دغري. تبقى ناوي تاخد التهاب رئوي. انت ناسي يا استاذ ان اللحاف محروق. شوف، احسن علاج ليك انك تروح حمام تركي، تبات هناك تعرق كويس، المرض يطفش من جسمك على طول. المرض مش في جسمك، المرض مرض اخلاق، انما الامم الاخلاق وما بقيت. الاجتماع الجاي هيكون في مكتبي. ما انا لو اخدت نصيحه سيادتك هرقد شهر في السرير، وانا لو رقدت شهر في السرير سيادتك هتتضايق وحضرتك برضه هتنضر.
ما فيهاش حاجه يا جعفر لما يبات في سريره الليله. خلاص يا حسن انت الليله اجازه. الف شكر. متشكر متشكر قوي. ربنا يخليكوا ليا. متشكر قوي. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ليه كده؟ انكم متجوزين ستات خساره فيكم. مكسوف من اللي انت بتعمله؟ ما تحكمش بالمظاهر يا استاذ مرسي. محدش عارف انا بتعذب قد ايه. محدش دريان بالنار اللي جوايا. اللي بتعمله ده شيء ما يرضيش المجتمع ولا الاخلاق ولا التقاليد ولا يرضي الرقابه. رقابه؟ ايوه الرقابه الاداريه لو خدت خبر بالمسخره دي هترفع الامر الحلمي بيه المدير العام. كنت فين يا ابو علي؟ من ساعة ما خرجت والتليفون ما بطلش يرن. مين اتسال عليا؟ سكرتير حلمي بيه. ما قلتلكش عايزاني في ايه؟ لا يا سيدي مش شايل اللي عايزاك، حلمي بيه شخصيا اللي عايزك بنفسه. والله هتوحشنا يا ابو علي. الظاهر انا عليك الدور في الترقية يا سيدي. أنسة نواف. مش هتصدقيني يا أنسة نواف لو قلت لك إن البني آدم اللي واقف قدامك ده من أحسن 10 موظفين في الشركة. أنت ابتديت تتكلم زي الأستاذ عطلة. وليه لأ؟ أنا على وش ترقية. على العموم مش هيلاقوا أظرف منك يرقوا. تعرف يا أستاذ حسن؟ ها؟ أنت تقريباً يعني انت الموظف المؤدب الوحيد اللي موجود في الشركه. يا سلام. كل الرجاله اللي هنا مش معقولين، لو احكي لك على تصرفاتهم مش هتصدقني. ليه هما بيعملوا ايه؟ ايه رايك نتغدى سوا النهارده وتحكي لي عن عمايلهم؟ الدور العاشر. ربنا معاك يا استاذ حسن. انا ما كنتش احب ابدا رد كبير النهارده وانا مزكم والبرد عاديلني العافيه كده. لكن ايه رايك في المنظر؟ شيء؟ بس امسح الارنبه. حسن شلبي من قسم حساب الاقساط. حلم بيطالبني. انت؟ انا بقالي تلت ساعه بحاول اتصل بيك. انا اسف. اتفضل. حسن شلبي؟ ايوه فندم. أنا كان نفسي أعرف شكلك إيه بالظبط. اتفضل استريح. العفو يا حبيبي. رئيسك المباشر بيشكر فيك أوي. بيقول إنك أمين ومتعاون وممتاز. الأستاذ عطلنا قال كده. الأستاذ جعفر كمان قال لي إنك كتير بتفضل قاعد على مكتبك لوحدك تشتغل من غير ما تطلب أوفر تايم. سيادتك طبعًا عارف أحيانًا الشغل بيتكوم ولازم إن قول لي يا حسن. ايه اللي يخلي الاتنين دول يحبوك بالشكل ده؟ الحقيقة يا فندم مش عارف. فكر كده. ممكن السؤال مرة تانية؟ شوف يا حسن أنا مش نايم على وداني. أنا عارف كويس قوي كل اللي بيحصل هنا في كل دور في كل قسم في كل يوم من أيام السنة. طبعا يا فندم. قبل ما تتعين هنا عندنا في الشركة كان في موظف اسمه اليمني كان محبوب زيك كده بالظبط. اتضح بعد كده انه كان مشغل مكتبه لرهانات السبب. كان بيستغل اجهزتنا. كان بيدرس على الكمبيوتر احتمالات مكسب كل حصان. عملت له كمين وخليت بوليس الاداب يظبطه وهو متلبس. بوليس الاداب؟ ايوه بوليس الاداب يا حسن. طب وانا يا فندم علاقتي ايه بالموضوع ده؟ انا ما بشغلش مكتب امار. امال مشغل مكتب ايه يا حسن؟ سعادة البيه انا في مفتاح كده بيتنقل من مكتب لمكتب زي العصفوره بالظبط. مره عند عطله ومره عند جعفر. هو مفتاح الشقه. عارف يبقى مين هو صاحب الشقة دي؟ مين؟ الأمين الممتاز المتعاون الأستاذ حسن شلبي. حسن شلبي؟ أنا؟ هتنكر يا حسن؟ لا يا بيه مش هنكر، بس لو تديني فرصة أشرح لك موقفي. أنا مستعد أسمع كل اللي عندك. يا حلمي بيه أنا طول عمري موظف كفء بيحترم رؤسائه ويخدمهم على قد ما يقدر. في يوم من الأيام الأستاذ عطلة طلب مني مفتاح شقتي. ليه؟
سألته قال لي انه موعد المدام، المدام بتاعته انا مش متجوز. قال لي ان هو هيقابلها الساعة 4 ياخدها على باب اللو علشان يعمل لها تحاليل امراض نساء، وهو بيخلص شغل الساعة 2 ومش معقول يروح حلوان ويرجع. اديته مفتاح شقتي لمدة ساعتين وعنها وبقت عادة. الاستاذ جعفر راخر حسن، لازم تعرف ان نجاح شركة التأمين متوقف على ثقة الجمهور فيها، فإذا الموظفين اللي فيها انحرفوا دول اتنين بس يا فندم من مجموع موظفين الشركة 400، يعني من حقنا نفخر إذا نظرنا إلى النسبة المئوية. مش هي دي الزاوية اللي لازم نبص منها، ممكن تفاحة واحدة معطلة تفسد صندوق بحاله، ممكن واحد بس عنده أنفلونزا يعدي عيلة بحالها. ده فكرت كويس ايه اللي ممكن يحصل لو الحكايه دي اتعرفت؟ مش هتتعرف يا فندم، انا اوعدك اني مش هدي مفتاح شقتي لحد ابدا. يا شقتك دي فين بالظبط؟ في المنيل يا فندم. حضرتك ما تتصورش مدى الاحراج اللي بعانيه من السكان والبواب، ده غير مشاكل المزات والشرب والمفتاح، ده حتى اللحاف حرقوه. ايوه يا نيسان عند المدام على التليفون يا فندم. ايوه يا ولد، انا طلبتك من شويه ما لقيتكيش عند دكتور. اه راح فين يا حسن؟ لا ابدا يا فندم، ما حبيتش بس ده حضرتك كنت بتتكلم في التليفون. انا لسه ما خلصتش كلامي معاك. اسف يا فندم. كنت عايز اقول لك ما تستننيش الليله على العشاء، اصل في مدير شركه تامين لبناني بيزور مصر وهعزمه الليله على مسرحيه ريا وسكينه. مع السلامه. شفت مسرحيه ريا وسكينه؟ لا. تحب تشوفها الليله؟ اروح مع حضرتك يعني؟ ومدير الشركه اللبناني هتعتذر له؟ لا انا مش هروح معاك، أنا عندي تخطيط تاني. آه، أنا اللي هروح مع المدير اللبناني؟ خد التذكرتين وروح مع أي حد. ده كرم منك يا حلمي بيه، بس أنا النهاردة تعبان، وحضرتك ملاحظ الزكام اللي مبهدلني، علشان كده ناوي أروح على طول. حسن، أنت مش فاهمني. بقول لك عندي تخطيط تاني. وأنا كمان، أنا هاخد أربع حبات اسبرين وألف نفسي وأخش في السرير. وسيادتك بقى تدي التذاكر دي لأي حد تاني. أنا مش هدي التذاكر دي مجانا يا حسن، أنا هبدلها. بدلها؟ بإيه؟ التقرير ده بيقول إنك سريع البديهة، ذكي، خيالك واسع. ذكي فعلا يا حسن. الشهر الجاي هتصدر حركة الترقيات وهخليك رئيس قسم. أنا؟ دلوقتي حط المفتاح هنا على المكتب واكتب عنوانك. هي الشقة في الدور أنا آسف، الإنفلونزا مبهدلاني خالص. هدي نفسك يا حسن. متشكر يا حبيبي. هي صحيح الشقة مش قد المقام ومش شيك قوي، لكن هتلاقي فيها كل الضروريات. خليك فاكر كويس يا حسن، المسألة دي تفضل سر بيني وبينك. طبعا يا فندم. انت عارف كلام الناس احسن يفتكروا كده ولا كده. ما تخافش يا بيه. انا مش خايف من حد، بس يا بيه فاهم فاهم. وادي التذكرتين يا حسن، على الله تتبسط. وسيادتك كمان يا فندم. سيادتك ما تنساش تحط المفتاح تحت الدواسة، النظام كده. باي. أنا سنوال. ده أنا مستنيكي. يا خبر، أنت ترقيت. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. شوكولاتة الخطوبة بتاعتي كده تتخطبي وما تعزمينيش؟ يعني الحفلة كانت عداء، إنما في الفرح تكون أول معزومين. هو الفرح إمتى؟ بعد شهرين.
ربنا يتمم. الله يخليك، ميرسي قوي. باي باي. باي. شفت الفيل؟ عقبالك يا انسه نوال. ميرسي. انت اتفرجتي على مسرحيه ريا وسكينه؟ ابدا. تحبي تشوفيها؟ اه طبعا يا ريت. طب ايه رايك بقى لو اعزمك عليها الليله دي؟ الليله دي لا ما اقدرش، اصلي مرتبطه بميعاد مهم. مع واحده صاحبتك؟ لا، مع صديق ليا. انا مش عاوز اتدخل في حياتك الشخصيه، انما الصديق ده مجرد صديق ولا؟ انا في الاول كنت بعتبره اكتر من كده، انما هو ما كانش واخد الحكايه جد، عشان كده الموضوع انتهى بالفشل. طب في الحاله دي مش ممكن تعتذري له؟ ما اقدرش، اصلي وعدته. هي فكره العزومه مش بطاله، انما الميعاد هو اللي طلع غلط. اسمع، هو العرض بيبتدي الساعه كام؟ 9:30. طب استناني قدام باب المسرح، ايه رايك؟ هي دي فيها راي. موافق طبعا. عارفه صحيح اليوم ده ابتدى بدامش ولا بد، زكام وحراره، لكن بعد كده الامور اتحسنت، ترقيه و... بالحق انت عملت ايه في الانفلونزا؟ انفلونزا؟ مين قال ان عندي انفلونزا؟ لا كده. على فكره المسرح مش بعيد عن بيتكم. وانت تعرف عنوان بيتنا منين؟ وعارف كمان انك عايشه مع اختك وجوزها، وعارف اتولدتي امتى، عارف عنك كل حاجه. غريب. عارف طولك ووزنك ونمره بطاقتك الشخصيه، وانك عيتي بالحصبه وانت صغيره، وانك من كام سنه شلت المصران العور. يا سلام، لازم اريد دوسيه التامين بتاعي. سعيده. سعيده. 9:30 ما تنسيش. أرجوك يا نوال، مش لازم صوتك يبقى عالي كده. لسه خايف حد يشوفنا مع بعض؟ طب اقلعي البلطو دلوقتي. لا يا حلمي، أنا مش ناوية أطول في القعدة. طب اتفضلي. بقالنا قد إيه ما تقابلناش؟ شهر؟ زي زمان، نفس الترابيزة، نفس المزيكا. وحشتيني يا نوال. حتى الناس هم هم. ما تتصوريش بتألم قد ايه وانا ما بشوفكيش الا في الاسانسير، ببقى هتجنن وانا واقف جنبك. انا لسه مجنون بيك يا نوال. ارجوك يا حلمي سيبك بقى من الكلام ده، انا ابتديت انسى الحكايه كلها. انا مش مصدقك. شوف يا حلمي، قصتنا دي استمرت شهرين الصيف، ادي كل الحكايه. وده شيء عادي بيحصل لكل مدير لما مراته وعياله يروحوا يصيفوا ويسيبوه لوحده، فيعمل ايه؟ يعمل علاقة مع موظفة، ولما يجي سبتمبر وترجع العيلة من المصيف ينتهي كل شيء. العيال يروحوا المدرسة والمدير يرجع لمراته، إنما الموظفة باي باي. أنا ما قلتلكيش باي باي يا نوال. البنت اللي تعرف راجل متجوز مش لازم تضحك على روحها أبدا. أكيد هيجي اليوم اللي يبص في ساعته فيه ويسألها في روج على هدومه ولا لأ، ويجري زي الصاروخ على بيته ويسيب البنت مع فنجان القهوة تسرح وتفكر، وتلاقي ان كل الموضوع شكله وحش قوي. مش ممكن تتصوري شعوري بيبقى ازاي واحنا بعيد عن بعض. حلمي انت مصر تتصل بيا ليه؟ عاوز مني ايه؟ عايزك ترجعيني يا نوال. أنا آسفة يا حلمي بيه، لغاية كده وكفاية قوي. شوف لك موظفة غيري، مندوبات التأمين كتير. نوال أنا صممت أشوفك النهاردة عشان في حاجة مهمة قوي عايز أقولها لك. اتفضل قول. هنا ما ينفعش، نروح مكان تاني. آسفة، عندي ميعاد الساعة 9:30. ميعاد مهم؟ يعني بس لازم أروح. نوال فاكرة آخر مرة خرجنا فيها سوا؟ طبعا،
وهي دي حاجه تتنسي؟ لما ركنت العربيه في الهرم والغفر جري ورانا ورمونا بالطول. لا انا قصدي انت فاكره اتكلمنا في ايه بالظبط؟ اتكلمنا في حاجات كتير. قصدي موضوع طلاقي من مراتي. الموضوع ده انت اتكلمت فيه لوحدك وما كنتيش مصدقاني ساعتها، مش كده؟ حقكم بدل ما تتعبوا نفسكم تألفوا غنوة وتلحنوها وتسجلوها على اسطوانة. انا مراتي مش فاهماني، مفيش اي حاجة تجمع بيني وبين مراتي، انت اجمل شيء في حياتي. كفاية يا نوال. صدقيني يا حبيبتي لازم هنلاقي حل. ارجوك يا نوال اسمعيني ولو دقيقة واحدة. اتفضل. انا قابلت المحامي النهاردة الصبح وسألته عن افضل طريقة نعالج بيها المشاكل اللي هتحصل. مشاكل؟ يعني الاولاد والشقة والنواحي المالية. حلمي في نقطة لازم تكون في منتهى الوضوح بينا. انا عمري ما طلبت منك انك تسيب مراتك. وانا عارف كده كويس. انت متأكد انك مش هترجع تندم؟ متأكد. لو انت اكدتيلي انك لسه بتحبيني. انت عارف قد ايه انا بحبك نوال. يا حبيبي يا حلمي. الناس كترت قوي، يلا بينا نمشي. انا ورايا معاد، اوعى تنسى. وانا بحبك، اوعى تنسي. احنا هنروح فين؟ اوعى تقولي العربيه. لا ما تخافيش، احنا هنروح المانيال. عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي 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 اكتر من كده يا استاذ عطله. لا انت خيبت ظننا فيك يا ابو علي، احنا كنا متوقعين ان انت تعترف بالجميل. ما انا معترف بالجميل يا استاذ عطله. امال ليه بطلت فجاه تدينا المفتاح؟ لا ابدا، اصل الجو اليومين دول مش ولا بد، وانا حساس قوي من ناحيه البرد ودايما مزكم. حضرتك عارف ان اللحاف محروق طبعا. احنا احترمنا اصول اللعبه يا استاذ، تقوم لما توصل للي انت عايزه تدينا بومبا. على كل حال دي شقتي، يعني مكان خاص، مش لوكاندا مشبوهة. ايه ده؟ اسمع، انت الظاهر شفت لك جو، وده من حقك طبعا، بس يا ابني مش ضروري تقابلها كل يوم، خلي يوم اه ويوم لا. عجايب، للدرجة دي بقيت اناني؟ الجمعة اللي فاتت اضطريت اخد سعاد معايا في العربية وطلعنا المقطم، انا كبرت على الحاجات دي، وخصوصا زي ما انت عارف عربيتي صغيرة. انا حاسس باللي انتوا فيه فعلا وزعلان عشانكو. ده احنا اللي هنخليك تزعل لما تطق. ايه ده تهديد؟ اسمع يا حسن، احنا اللي عملناك بني ادم واحنا اللي نقدر نحطمك. اهلا وسهلا يا حلمي بيه. صباح الخير. صباح النور. كله تمام؟ مكتب عجبك؟ قوي قوي يا حلمي بيه، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. ما تشكرنيش انا، اشكر اصحابك اللي وصوني عليك. ما احنا كمان كنا جايين نهنيك. مبروك مره تانية يا حسن. الله يبارك فيكم، مع الف سلامه، شرفتوا. انتوا تشرفوني في مكتبي في اي وقت، مكتبي مفتوح لكم على طول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حبيبي. اقعد. عجبتني طريقتك معاهم.
انما قول لي ايه شعورك دلوقتي بعد ما بقيت من اصحاب المكاتب؟ فرحان طبعا، واوعدك يا فندم اني هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اكون عند حسن ظن سعادتك. انا متاكد من كده. انما قول لي يا حسن، بالنسبه للشقه ايه رايك لو تعملها مفتاح تاني يفضل معايا على طول؟ تحت امرك يا فندم. انت عارف سكرتيره الانسه مين؟ امال دي فتاه جذابه جدا، اظن بقى ما هي المحظوظه اللي لا لا لا، انت عايز اقول انها انسانه متعبه قوي ودايما تحشر نفسها في اللي ملهاش فيه، فبلاش تاخد بالها من حكايه المفتاح اللي بيننا دي وتجيب لنا الكلام. ماشي يا فندم، انا هعمل لحضرتك مفتاح واجيبه لك. على فكره اظن انا معايا حاجه اعتقد انها تخص حضرتك. تخصني انا؟ قصدي تخص الست، يعني الست اللي هي نسيتها على الكنبه وانا لما روحت لقيتها. اه شكرا يا حسن. مرايتها مكسوره. ايوه عارف اصلها حدفتني بيها في وشي. ليه يا بيه؟ عارف الستات وقله عقلهم دايما يخلقوا مشاكل. اه فعلا، كل ما اخرج مع واحده منهم مرتين ثلاثه عشان نضحك ونفرفش ونتسلى ابص عليها فجاه تطلب مني اطلق مراتي بذمتك؟ ده كلام يرضي حد؟ طبعا لا، ما يرضيش حد، وخصوصا مرات حضرتك. طب يا حسن احجز لي الخميس. حاضر يا بيه، وهسلمك المفتاح الجديد قبليها ان شاء الله. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ حسن. كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه. وانت طيب. ازاي عرفت ان النهارده عيد ميلادي؟ ده ست امين. انت نسيتي ولا ايه؟ صحيح. اتفضلي. ميرسي. لا، لكن ايه اللي خلاك تغير رايك وترجع تكلمني؟ قصدك ايه؟ تقدر تنكر انك انت بقالك شهرين بتتعمد انك تبعد عن سكتي؟ بصراحة كنت واخد على خاطر منك من ساعة ما ضربتيني البومبة في الليلة. ياه، عندك حق، دي غلطة مش ممكن تغفرها لي. بس أنا غفرتها لك خلاص.
غريبة. ما كانش في ايدك تعملي غير كده. اصل مش معقول واحدة تكون مدية واحد معاد وفجأة تسيبه علشان تروح تقابل واحد تاني. واللي يقول غير كده غلطان. بلاش تلصق فيا للدرجة دي. انا مش ملاك زي ما انت متصور. شوفي يا أليسة نوال، الواحد مش ممكن يوصل لدرجة مدير مساعد في الشركة بتاعتنا إلا إذا كان يعرف يحكم على الناس حكم سليم. وأنا شايف إن مفيش زيك لا في ذوقك ولا في أخلاقك ولا في كل حاجة. أنت شربت كم كاس؟ ده كان التالت وده الرابع. مساء الخير. أنا افتكرت تليفون مهم. بعد إذنكم أنا راجع حالا. يا ترى ايه اخبار مدير شركة التأمين بتاع لبنان؟ مين ده؟ انت ناسي ان انا سكرتيرة حلمي بيه؟ لا بس يعني مش مفيش داعي تمثلي عليا البراءة. كان كل ما يقابلني يقول لمراته ان مع مدير شركة التأمين بتاع المغرب. الكلام ده من 6 سنين لما كان معايا انا زي ما هو معاكي دلوقتي. انا مش فاهمة حاجة ابدا من كلامك. قبل مني كان في راوية اللي في اسم المحاسبة، وبعد مني كانت كاميليا اللي في اسم العجزة، وقبل منك على طول كانت ليلى اللي في اسم البوالص. يعني بتهربي ليه؟ انت مش غلطانه، الذنب عليه هو مش علينا احنا. بياع كلام درجه اولى، دايما اخر ترابيزه في المطعم اياه، والمزيكا مش عارفه ازاي والاضاءه ازاي، وشغل اسطوانه طلاق مراته. ما فضلكيش في الاخر غير الندم وحسره القلب. حاضر يا حلمي بيه. لا لا طبعا ما نسيتش، برضه في التلاجة. مع السلامة يا حلمي بيه. مالك يا انسة نوال؟ تعبانة؟ لا ابدا، الدنيا زحمة قوي هنا هوت والجو مخنوق. طب ايه رأيك نطلع برا شوية؟ تعرفي يا انسة نوال ان انا اصغر مدير عام مساعد في الشركة. انا عاوزك تقولي لي بصراحة يا انسة نوال، ايه رأيك في سديري ده؟ شيك؟ واضح انه مش عاجبك. بالعكس ده لونه حلو قوي. وماشي مع لون البدله؟ ماشي. يعني ما تتكسفيش لو حد شافك ماشيه مع واحد لابس سديري زي ده؟ طبعا لا. حس كده بقى، ايه رايك نروح احنا الثلاثه نتعشى في مطعم سوا؟ افضل اروح، عندي شغل مهم لازم اقدمه يوم السبت لرئيس القسم. ما تقلقيش من الناحيه دي، انا برضو ليا شويه نفوس في الشركه. تعرفي حلم بيه عامر؟ ليه؟ انا وهو كده. بصي اداني صور ولاده علشان اعمل لهم كرنيهات النادي. عيلة ظريفة جدا. إذا ما كانش عندك مانع أنا ممكن أكلم حلمي بيه بخصوص ترقية علشانك. في اللي أقدم مني ويستحق الترقية دي عني. لا دي مش مشكلة. ليه ما نتقابلش ونتناقش في الحكاية دي؟ خصوصا وأنا عاوز أكلمك في موضوع شخصي. أنت متأكدة إن لون السديري ماشي مع لون البدلة؟ خد اتأكد بنفسك. أصل أنا أحب دايما أمشي على الموضة، بس ما بقاش زي ال... مالك؟ المراية مكسورة. أنا عارفة، أنا بحبها كده عشان بشوف فيها نفسي على حقيقتها. بعد إذنك أنا لازم أضرب تليفون تاني. على العموم أنا كنت ماشي. على فين يا أبو علي؟ دي القعدة لسه هتحلاوي. اسمع، أنا عايزك تحجز لي ساعتين بعد الظهر. مش هقبل منك أي اعتذارات. بكرة الساعة 4 اتفقنا؟ كمان واحد دوبل.
لصحتك. انت مالك ساكت ما بتتكلمش ليه؟ اتكلم اتكلم. اديني كمان واحد طز. الله يرحمه عم كامل كان دايما يقول لي البار ده زي البار لمان، الكلام فيه بقى تسالي لا تفهمه ولا يفهمه. اي كلام اي تهبيش. هات هات العمر. كفايه يا نواش، انت جاي تسمعيني ولا هتعيطي؟ مش عايزه تقولي لي بس انا غلطت في ايه. انا عارف دي متهيالك ان انا خدعتك، بس الواحد لما يكون متجوز من سنين وعنده اولاد ما يقدرش فجأة كده وهو قاعد يفطر مع مراته يقولها اديني السكر انا عايز اطلقك. مش بالبساطة دي، خصوصا اذا كانت الست دي ليها افضال عليه. انا قلتلك قبل كده انها ساعدتني ووقفت جنبي في بداية حياتي في وقت اللي كل الناس تخلت عني فيه. على كل حال ده مش وقته. حماتي جت من المنيا وتقعد عندنا اسبوعين، ما اقدرش اتكلم في الطلاق دلوقتي. اي انت حصل لك ايه يا نوال؟ انت كنت دايما مرحه وما بتبطليش ضحك ابدا. ما انا لازم اضحك فعلا، اضحك على غباوتي، خصوصا بعد اللي حصل لي النهارده في الفرح. عارف انا قابلت مين؟ قابلت سكرتيرتك الآنسة ناهد، وكانت هتموت من الضحك عليا وعلى خيبتي. اه فهمت، هو ده بقى اللي مضايقك آنسة ناهد. على كل حال دي تاريخ قديم وانتهى. بس انا نسيت اقول لك ان انا كنت ضعيفة جدا في مادة التاريخ. يلا نراجعها. الاول كانت الآنسة ناهد، وبعد الآنسة ناهد الآنسة راوية. لا انا اسفة، الأنسة راوية، وبعديها الأنسة كاميليا، وبعديها الأنسة ليلى، وبعد الأنسة ليلى الأنسة نوال. كفاية يا نوال كفاية. وأنهي ست محظوظة جاية تاخد مكاني؟ خلاص يا نوال خلاص، أنا أستاهل أكتر من كده. أنا أستاهل، بس أنا عايز أسألك سؤال وترد عليا بأمانة. إيه اللي يخلي راجل متجوز يعمل علاقة مع واحدة غير مراته؟ ها؟ الجواب لأنه راجل تعيس في حياته، راجل وحداني. أنا مفيش بيني وبين مراتي أي تفاهم يا نوال. بس الكلام ده، الكلام ده قبل ما أعرفك، إنما دلوقتي خلاص. أنا مش فاهمة إزاي طلعت هبلة للدرجة دي، إزاي معرفتش إن الست اللي تحب راجل متجوز مش لازم تعشم روحها بحاجة عدلة أبدا. نوال يا حبيبتي الليلة دي عيد ميلادك ومفيش داعي نتخانق. ده أتعس عيد ميلاد في حياتي. بلاش مبالغة مال، وغلاوتك عندي كل حاجة هتتصلح وتبقى عالي. نوال أنا فكرت أجيب لك هدية، خفت ما تعجبكيش. فضلت تختاريها أنت على ذوقك. اشتري بيها اللي يعجبك. كل سنه وانت طيب. نوال الساعه بقت 11 الا ربع وانا ما اقدرش اتاخر اكتر من كده. حاضر، انا افتكرتك بس بعد ما دفعت الثمن. عايز نوال اوعي تتكلمي بالطريقه دي، اوعي ترخصي نفسك. ارخص نفسي؟ هما 100 جنيه دول شويه؟ ضروري بتدفع حاجه لصاحب الشقه دي؟ نوال ارجوكي ارجوكي كفايه كده كفايه. هتتاخر على حماتك يا حلمي. هتنزلي معايا؟ لا انزل انت الاول، انا هصلح مكياجي. ما تنسيش تطفي النور وراكي. حاضر. يا
اشوفك يوم الاثنين؟ طبعا الاثنين ويوم الخميس وبعدين الاثنين اللي بعديه والخميس اللي بعديه. خلاص يا نوال خلاص، مش ممكن هيفضل كده على طول. خلاص انا بحبك يا نوال، بحبك. حاسب الروش احنا هنروح فين دلوقتي؟ هنروح من غير ما نكمل شرب؟ بأشرف في بيتكم. بيتنا؟ لا لسه بيتنا مش ممكن. انما بيتنا دلوقتي خلاص ممكن. ممكن. المطبخ هنا، المطبخ هنا، هتلاقي ازازه وطلع التلج من الفريزر. انسه نوال، انتوا معادكم خلص من بدري، المفروض تتفضلي بره بكل احترام. يلا. انا صحيح جه علي وقت كنت معجب بيكي جدا، بس ده خلاص انتهى. اتفضلي بقى، ارجوك اتفضلي. انسه نوال، انسه نوال. يا نهار اسود، انسه نوال، انسه نوال، انسه نوال، انسه نوال. كسرت ضفري وانا بطلع التلج، يبقى اشتري لك تلاجه جديده بدل التلاجه القديمه دي. لا لا مش دلوقتي، يبقى اشتريها بعدين. دكتور لطفي الحقني، انا عندي واحده في الشقه واخده اعراس منومه ولازم تنجدها، انا ما عرفتش اصحيها. طيب هجيب الشنطه بسرعه يا دكتور ارجوك بسرعه. اتفضل يا دكتور لطفي، اتفضل تعال من هنا، اتفضل اتفضل. مش حضرتك الاستاذ محجوب عبد الدايم؟ طز يبقى انت. تعالى يا دكتور خليك في المهم، تعالى تعالى. دلوقتي اقدر اروح، زمان البي مشي. هي الازازه كان فيها كام حبايه؟ كان فيها حوالي يجي نصها كده. هنوديها المستشفى؟ يلا شيل معايا على الحمام. حاضر. انت هتعمل ايه يا دكتور؟ هخليها ترجع، بس على الله يكون الوقت لسه ما فاتش. لو سمحت اعمل قهوه. حاضر. ربنا يستر.
استاذ حسن. هات الشنطه. حاضر. ارفع كمها اليمين. مش هتقول لي ايه اللي حصل؟ مش عارف، اصل انا ما كنتش هنا. احنا اتخانقنا خناقه عاديه يعني. اذا كنت اتاخرت نص ساعه كمان كان زماننا دلوقتي قدام مأساة. شمي. هات القهوة. افتح الشباك، خلي الهواء يخش. سمحت. اشربي. هي اسمها ايه؟ الأنسة نوال. أنسة نوال، أنا دكتور وجيت هنا علشان أنت بلعتي أقراص منومة. فاهمة أنا بقول إيه؟ أنسة نوال، أنا دكتور لطفي وجاي عشان أساعدك. أنت بلعتي أقراص منومة، فاكرة؟ لا، مش فاكرة. أنسة نوال، أنا دكتور. دكتور. دكتور لطفي. لطفي. قهوة كمان. لطفي. أنسة نوال. أنا الدكتور لطفي. دكتور لطفي. طيب، فاكرة بقى إيه اللي حصل؟ لا، منومة. بلعتي أقراص منومة؟ بلعت أقراص منومة. كويس، طب أنت فين دلوقتي؟ مش عارفة. لا لا لا، أنت عارفة، بس ركزي. مش فاكرة. طب أنسة نوال، مين ده؟ بصيله كده. أستاذ حسن. مساء الخير يا أنسة نوال. أستاذ وأنسة؟ إيه كل الرسميات دي؟ لا، أصل إحنا بنشتغل في شركة واحدة وبنحاول يعني نخبي إن في بينا حاجة. طب تعمل إيه هنا؟ مش فاكرة، إحنا كنا سوا في الفرح. مش فاكرة. مش مهم، المهم إني جيت في الوقت المناسب. أنا تعبانة أوي، عايزة أنام. لا، أنت مش لازم تنامي، اشربي القهوة دي. هتنام نوم متقطع طوال 24 ساعة اللي جايين، وأول ما هتصحى هتحس بصداع جامد جدا. المهم إنها بخير وإن الخطر زاد. لسه في عندك بن؟ آه طبعًا حالا. هي اسمها إيه بالكامل؟ نوال عبد العزيز. الثلاثي. ليه يا دكتور؟ هو أنت ناوي تبلغ عن اللي حصل؟ طبعًا. دي تعتبر حالة انتحار. لا لا لا، دي ما كانتش تقصد. أصلها يا دكتور تقلت في الشرب وهي مش متعودة، فغلطت في الأقراص. دي حتى ما سابتش بواب انتحار ولا حاجة. صدقني يا دكتور، أنا مش بفكر في نفسي. حقيقي؟ أيوه حقيقي، أنا بفكر فيها هي. إزاي هتواجه عيلتها؟ ازاي هتقابل زمايلها في الشغل؟ انا مش بكلمك كدكتور، انا بكلمك باعتبارك جاري. شوف، بصفتي دكتور انا متاكد انها حاولت الانتحار، لكن بصفتي جار
انا شايف ان مفيش داعي فعلا ان احنا نسوي سمعتها. كتر خيرك يا دكتور. لكن الخطر لسه موجود. اصل معظم اللي حاولوا الانتحار وبيفشلوا بيحاولوا تاني. فلازم تاخد بالك منها كويس. حاضر. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. سيدة صباح الخير يا استاذ حسن. صباح الخير يا سيدة. بلاش النهاردة. ليه مش النهاردة الجمعة؟ ايوه النهاردة الجمعة بس الشقة مش محتاجة تنظيف. شوف انا جايبة لك ايه؟ هعمل لك محشي. بلاش النهاردة. ليه؟ في حد عندك؟ سيدة انا مش رايق لك. مع السلامة. ابقى جاي لك من اخر الدنيا وتقولي مع السلامة؟ سيدة خدي. خدي يا سيدة. مع الف سلامة. طب شيل دي معاك بقى لما اجي لك المرة الجاية. لا 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 خليها لك اعمليها للعيال. شالوا الفيلم ده من السينما ليه؟ شالوه من السينما عشان فيلم هابط. حاضر. تليفون عشانك يبقى واحد اسمه حسن شلبي. الو؟ انا اسف على الازعاج يا حلمي بيه، بس في حكايه حصلت كده ويا ريت تيجي تقابلني في اسرع وقت ممكن. انت بتخرف يا حسن؟ وهي الحاجه المهمه دي اللي حصلت؟ اصلا انا لما رجعت امبارح بالليل لقيتها، سيادتك طبعا عارف انا اقصد مين، لقيتها بلعه كميه كبيره من الحبوب المنومه. ايه بتقول ايه؟ انت ازاي تسمح لنفسك تعرض الحاجات اللي زي دي في بيتي؟ خلاص ما بقاش في تأجير للمسؤوليه. ايوه حسن انا معاك. ودلوقتي الخطر زال ولا لا؟ والله يا بيه حالتها كانت خطر جدا، يعني لو كنت اتأخرت دقيقتين كمان كانت راحت فيها. لا هي دلوقتي كويسة قوي، رايحة في النوم خالص. بتهيألي سعادتك تفضل تكون جنبها لما تصحى. مش ممكن. اتصرف انت يا حسن، انا معتمد عليك. حاضر يا حلمي بيه. حاضر. هي سابت لحضرتك جواب. تحب افتحه واقراه لك في التليفون؟ طب بلاش بلاش. على العموم اطمن سعادتك ما تقلقش، انا اتصرفت بطريقه بحيث ان اسمك ما يجيش في الموضوع خالص. من حسن الحظ ان الدكتور جاري وفاكر انها صاحبتي انا. لا هو استنتج كده لوحده. اصله فاكرني مقطع السمكه وديلها. ده عاوز يدرس حالتي لطلبه كليه الطب. لا لا المشكله لسه ما خلصتش. أصل اللي بيفشل في الانتحار بيحاول ينتحر مرة تانية. حاضر.
حاضر يا حلمي بيه، انا هخليها عندي في الشقه اطول فتره ممكنه. تحب سيادتك تبلغها اي رساله؟ لا لا خلاص انا هخترع لها اي حاجه اقولها لها. مع الف سلامه يا حلمي بيه. انا سنوال، انت ما كانش صح ابدا تقومي من السرير دلوقتي. انا ما كنتش عارفه وما كانش عندي فكره ان الشقه دي بتاعتك. تعالي بالراحه. ليه ما سبتنيش اموت يا دي الفضيحه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا انسه نوال؟ كل الحكايه انك كنت منفعله زياده عن اللزوم، لكن دلوقتي الحمد لله انت بقيتي كويسه. يا راسي حاسه انها هتنفجر مني. هي الساعه كام دلوقتي من فضلك؟ الساعه 2. يا انسه نوال انت في حاله ما تسمح لكيش تروحي اي حته غير السرير ده. انا بس خايفه اضايقك. تضايقيني؟ بالعكس ده انا سعيد قوي لوجودك معايا. طيب انسه نوال انا اقوى منك. لا بس انا بس عايزه اغسل وشي من فضلك. كده معلش. اتفضلي البسي الروب ده وانا هحضر لك الحمام. ممكن ادخل؟ طبعا كل شيء جاهز. اتفضلي وانا هروح اعمل لك قهوه. نسيت ده البن خلص امبارح، انت شربتي يجي برميل قهوه. بس في حل تاني. مس روز لو سمحتي ممكن حضرتك تسلفيني شويه بن وكمان ثلاث اربع بيضات ومعلقتين سمنه وحته جبنه بيضه؟ عملت ايه في البنت المسكينه يا راسبوتين؟ انا والله ما عملت حاجه، اصل مش معقول يعني كل ما الواحد يخرج مع بنت يومين ثلاثه علشان يتسلى معاها فجاه تقلبها غم وتقول له يلا نتجوز. انت خنزيره، اذا كان عشانك مش نديكي فتفوت مل. انا عشان بنتي المسكينه عمل حاجه تاكلها. سنوال هتكلمي مين في التليفون؟ عايزه اكلم اختي زمانها قلقانه عليا. طب افرض سالتك كنت فين؟ بايته فين امبارح؟ هقولها عند واحده صاحبتي. طب ومين صاحبتك دي؟ زميلتي في الشركه. طب وانت بتتكلمي منين دلوقتي؟ شقتها. طب صاحبتك دي اسمها ايه؟ حسن. نعم حسنيه. طب وهترجعي امتى؟ لما اقدر امشي على رجلي. هي رجليك بتوجعك؟ لا بطني. مالها بطني؟ مغص هيموتني. انسه نوال انا رايي انك انت ما تكلميش اختك دلوقتي، استني لما الصداع يروح منك. بس زمانها قلقانه عليا وجوزها هيبلغ البوليس. تعالي بس. علشان كده لازم نتصرف بحكمه وما نسببش لحد مشاكل. حلم بيه راجل متجوز. كويس انك فكرتني. انا ما اقصدش المعنى اللي انت فكرت فيه. انا لسه مكلم حلمي بيه في التليفون. حقيقي هو قلقان عليكي. هو ولا حاسس بيا؟ بالعكس ده حتى قال كل اللي قاله لك كده. واللي ادهى من كده عارف ايه؟ اني لسه بحبه. دي اكيد مسز روز. فاكره الدكتور بتاع امبارح؟ دي تبقى مراته. فين البنت الخلبانة؟ كوة. يا راسبوتين جود مورنينج يا مسكينة، ازيك النهاردة؟ الحمد لله كويسة بس حاسة بدوخة شوية. دي أحسن دواء، شوية شارية وحتة صدر. لا أنا مليش نفس آكل. في منديل ورا؟ حالا. الأكل
لكن ده مهم. ايه ده؟ ده عشان حاجة تاني، انت مخك وسخ. روحي الشقة بتاعت انا تلاقي شوية منه مقلطرة بيزة. حاضر حلو. استنى ايه؟ حطوطة بتاع سندريلا؟ مش عايزة اكل خالص. لا لازم تاكلي، لازم صحتك تبقى كويسة، لازم تشيل من مخك من الوالد الخنزير ده اللي مش مستحق انت. لكن هو سكن هنا في الاول، كان والد ممتاز، كان شيك نظيف، كان بيصرف شعره حلو. بعدين بدونشوا بتا ستات خمره دربكه، بنت حلوه زيك تضيق عمره وتعيط عشانه. اسمع كلامي، تدور يا راجل شيك مطرم الى هو هيجوزك، مش تبري حبوب منايم او زوت موتي. وعشان مين؟ انا مش لقيته المنديل على الترابيزه، انا لقيته جنب الترابيزه. الله، اكله هايله، مش ناقصها غير شويه نبيت. انا كنت بيقول لك ايه؟ مدام روز، بقول لحضرتك انت مفيش داعي تعطلي نفسك هنا، اتفضلي روحي وانا هغسل الاطباق واجيبها لك. انت هترغسلهم؟ انت هتكسرهم؟ انا هيجي خدهم بعدين. اذا كان هو يضايقك اندهي عليا. ميرسي قوي. قوة تنداهي عليها، أنا مش هضايقك. باين عليها ما بتحبكش أبدا. أبدا بالعكس، دي ست ظريفة وطيبة قوي. على فكرة أنا فخور جدا إنها تفتكر إن واحدة حلوة زيك عملت كل ده علشان واحد زيي. أنت شلت الجواب اللي هنا؟ في جيبي. إيه رأيك حضرتك نتخلص منه بقى علشان ما يقعش في إيد حد؟ افتحه. ده ما فيهوش غير ورقه ب 100 جنيه. ممكن من فضلك تديها لحلمي بيه؟ ممكن طبعا. ممكن تشيل الصينيه دي كمان؟ قوي اشيلها. بقول لك ايه؟ اجيب لك التلفزيون عشان تتسلي؟ لا مش دي. طب تلعبي كوتشينه؟ ما بعرفش العب غير الباسكت. وانا ما بعرفش العب غيرها. ثانيه واحده هجيب الكوتشينه. بس انا مش عايزك يعني تتعب نفسك عشان تسليني. بالعكس، ده انا دايما وحداني وهي فرصه الاقي حد يلعب معايا. انا لازم انهي كل حاجه. تنهي ايه؟ هي الناس بتقع في الحب ليه؟ فهمت قصدك. تقول ايه في واحد دايما تحصل له حوادث عربيات؟ هقول حظه سيء. هو ده حظي بقى مع الرجاله. من اول شاب عرفته كان جارنا في المدافن. في المدافن؟ ايوه، كنت ساكنه في الغفير مع خالتي، كان عمري 15 سنه، كنا بنشرب سجاير في الدره. سابني عشان ارمله غنيه. بصر، دايما احب الراجل الغلط في الوقت الغلط وفي المكان الغلط، دي موهبه فعلا. وده حصل كم مره؟ اربعه ثلاثة قبله، وآخرهم كان محاسب بيشتغل في شركة كبيرة. لما ظبطوه بيسرق الخزنة اداني ميعاد سنة 2000. اشمعنى؟ ما هو ده ميعاد خروجه من السجن. تضحك على ايه؟ الورق خلص، عد بناطق. انا ولا حاجة. وانا الورق 30 وبصرة 10، يبقى 40. ولما تعينت في الشركة قابلت حلم. ليه يا ربي؟ ليه أنا غبية للدرجة دي؟ أعمل إيه دلوقتي؟ تحرصي حسن حبصر. لما قلت له على اللي حصل بان على صوته إنه متأثر. حلمي بيه؟ كان متأثر أوي. يمكن بقى بيحبني بصحيح، بس ما عندوش الجرأة إنه يفتح مراته. فعلا هو ده التفسير الوحيد. تفتكر كده؟ مفيش شك. يبقى مفيش غير اني اكتب لها جواب. تكتبي لمين؟ لمرات حلمي بيه. ايه؟ هي ست زيي وهتفهم وتقدر. انسه نوال، اسمحي لي اقول لك انك غلطانه في الحكايه دي. ليه؟ علشان انت انسانه حساسه ورقيقه، واذا كتبت جواب زي ده هتكرهي نفسك. على كل حال انا ما بحبش نفسي قوي. ركزي في اللعب والا هتخسري الدور التاني كمان. انت مصمم تكمل لعب؟ ايوه. وادي بصرة.
وادي دور تاني. الورق ب 30 وبصره ب 10 يبقى 40، و40 يبقى 80. واضح ان انا هاخد ال 10 دي صايب. حاضر يا مستر روز. حاضر اتفضل يا حسن. الله بس امشي بتاعت تحت بتاع ليه؟ انت عاوز ايه؟ دقيقة واحدة. في ايه؟ انت مش لازم تستنى هنا. ازاي يا حسن؟ ده انا حاجز من الساعة 4، انت نسيت ولا ايه؟ ارجوك يا استاذ عطلة خد ازازتك وهويني. الله ده انا حاجز يا حسن، حتى بص في الدفتر يا استاذ عطلة. هتحرجني مع الست اللي معايا. ارجوك يا استاذ عطلة انت مش لازم تستنى هنا. انت الظاهر لقيت لك جو بقى ولا ايه؟ يعني ايه؟ مش عاوز تهويني؟ صبرك بالله، ثانية واحدة، ثانية واحدة. أنا عندي فكرة يا حسن، إيه رأيك لو نخليها سهرة رباعية؟ لا. خلي بالك يا حسن، ده أنت عملت اللي كلنا ما قدرناش عليه. معقول ده؟ الأنسة نوال الشريفة العفيفة. هي إيه الحكاية؟ هي مامتك ما بتخرجش من البيت أبداً؟ بتخرج طبعاً. النهارده بالذات راح تزور جماعه قريب. يبقى كده اتحلت، احنا نروح عندكم بقى. والنبي فكره، بس يا ترى التانيين هيقولوا ايه؟ تانيين مين؟ اخواتي وستي وخالي وابله صفيه وولاد اختي. بس يبقى نروح المقطم بقى. من فضلك افتح الشباك. حاضر. أنا سنوال سيبك من الأفكار اللي في دماغك دي. عايز أشم شوية هوا. إحنا في الدور التاني، يعني مش هينوبي غير كسر رجليك. مش يمكن رقبتي هي اللي تنكسر؟ الله يخليك يا أنسة نوال، ما تحاوليش تأذي نفسك. وده يهم مين؟ يهمني أنا. أنا عارفة ليه ما حبيتش راجل ظريف زيك. سنات تعال انا عايزك. صباح الخير يا حميدي. اشكرك على الكلام اللطيف اللي قلتيه لنوال في الفرح. انا اسفه يا حلمي، اصلا انا شربت كاس وانت عارف لما بشرب ببقى صريحة جدا. أنا كمان هكون صريح معاكي.
ده اخر يوم ليكي في الشركه، انت منقوله اسيوط، اعتبري نفسك في اجازه لحد ما تخلص اجراءات النقل. ما انت سبق ونقلتني من قلبك من 6 سنين، وانا من يوميها واقفه بتفرج على اللي خده مطرحي، وانت مش حاسس بيا دلوقتي. تسيب المكان ده فورا وباسرع ما يمكن. حاضر حاضر يا حلمي بيا. ايه يا صلاح، اديني نمرة حسن شلبي في بيته. صباح الخير يا حسن، انا حلمي عامر. ايه الاخبار؟ ما يلزمكش اي حاجة؟ انا شخصيا ما يلزمنيش، لكن اكيد هي محتاجة لحضرتك. حسن حط نفسك مكاني، ما تتصورش القلق اللي انا فيه. انا عايز اساعدها بس مش قادر. على الاقل تقدر تكلمها، وده هيريحها نفسيا، خصوصا اذا قلت لها كلمتين حلوين. انسة نوال. ايوه. تليفون علشانك. عشاني انا؟ حلمي بيه. مش عايزة اكلمها. لا 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 لا، ما يصحش، ده الراجل عاوز يطمن عليك. وانا هوصل لغاية البقال وارجع على طول. الو. الحمد لله. لا بقيت كويسة جدا. ليه بس عملت كده؟ تصرفات الاطفال دي مش هتحل حاجة. انا حقيقي زعلان منك، انت رعبتيني. كي معلش، الاحسن ننسى الحكايه كلها كأن مفيش حاجه حصلت. ايه رايك يا نوال؟ نوال سامعاني يا نوال؟ لا مش سامعاك، لان مفيش حاجه حصلت. انا ما اخدتش حبوب، ما انتحرتش، ما حبيتكش عمري، ما قابلتكش ابدا. مش هي دي الطريقه اللي تريحك؟ شوف يا نوال، اللي فات مات. أنا عايزك دلوقتي تخفي حالا. اسمعي كلام الممرضة، قصدي حسن. وأنا هحاول أشوفك قريب. مع السلامة يا نوال. الو، منزل حلمي بيه، حضرتك المدام؟ ايوه يا فندم، عايز حضرتك في موضوع مهم قوي. ايوه، يخص حلمي بيه. كابتن حسن، الحمد لله انك جيت. انا كنت حاسس بوقتك جدا. ليه؟ في ريحه بوتاجاز طالعه من الشقه. سنوات، انت سليمة؟ طبعا. ايه الريحة الغريبة دي؟ دي ريحة البوتاجاز. ده انا كنت بغلي مية، يمكن الهوا طفاه. ايه ده؟ ايه اللي خلاكي جبت المنشر ده هنا؟ بغسل شرابي، اخدت شراباتك اغسلهم بالمرة. عارف ان دي أول مرة في حياتي حد يغسل لي شراباتي؟ بس في حاجة غريبة، لقيتهم 3 أجواز وفردة. ما تنسيش انك بتغسلي شرابات واحد عازب. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ اصل انا كنت بطل تنس في الجامعه، دلوقتي بصفي بيه المكرونه. لا معقوله برضه. لعلمك بقى، انا طباخ ماهر، بس ست بيت خايبه. خايبه خالص، لاني وانا بنضف الصاله لقيت 6 بنات وصباع روش ورموش عيره. انا من النوع اللي ما يعرفش يقول لا ابدا. مش قصدي للستات، انما قصدي تقصد لواحد زي حلمي بيه؟ ايوه فاهمه، خصوصا ان هو عكسك بالظبط. يعني ايه؟ الناس صنفين، صنف ياخد على طول وصنف يدي على طول، مفيش حد يقدر يغير طبعه. انا ما اظنش ان انا من النوع التاني. تحبي تاخدي ايه على الغدا؟
في هنا شوربة فراخ وفي كمان العلب دي. متهيألي أروح بقى، زمانهم قلقانين عليا. ما تقدريش تمشي دلوقتي، الدكتور قال يلزمك على الأقل 48 ساعة علشان تتخلصي من أثر الحبوب. والواحدة مننا يلزمها قد إيه عشان تنسى راجل بتحبه ساكن جوه قلبها؟ أنيسة نوال، أنا حاسس بشعورك كويس، أنت دلوقتي متأكدة إن خلاص الدنيا اتقفلت في وشك، لكن صدقيني ده بيتهيألك. أنا شخصياً مريت بنفس التجربة بتاعتك. نفس التجربة؟ يعني مع اختلاف في شوية تفاصيل، أنا حاولت أنتحر بس بمسدس. عشان واحدة ست؟ أنت بحبها بجنون، حب من طرف واحد، اتجوزت أعز أصدقائي، وفي لحظة يأس قررت أموت نفسي، خدت المسدس بتاع أبويا وعمرته. أنت طبعا بتقري في الجرايد عن ناس بيحاولوا الانتحار، بس صدقيني الحكاية مش سهلة، قصدي في التنفيذ. تضربي فين؟ هنا؟ 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 تعرف أنا في الآخر ضربت فين؟ فين؟ هنا. في ركبتك؟ كنت قاعد بحاول أركز وأقول هضرب فين، وفجأة دخل عليا أبويا ومعاه صينية، أصل أنا كنت بذاكر عليها كوباية شاي، حاولت أخبي المسدس تحت الكرسي، فجأة الرصاصة طلعت بووو. قعدت حوالي سنة مش قادر أتني ركبتي، بس نسيت حبي في ثلاث أسابيع. هي دلوقتي عايشة في طنطا، مخلفة أربع عيال وزنها زاد يجي 20 كيلو. عارفة كل ما زورهم تهديني بفطير مشلتت. وانت بقى قلبت الحكاية دي بقى مخصوص عشان تسليني؟ لا والله ركبتها. لا خلاص مصدقاك. انت بقى دلوقتي تقعدي تستريحي هنا وانا هحضر الغدا، كفايه عليك المجهود بتاع الصبح. حاضر يا دكتور. عايز اطلع لنوال. نوال مين يا ست؟ نوال عبد العزيز، انا اختها. دي ما جاتش النهارده. يا مصيبتي، لازم حصل لها حاجه، هقولته في بينا يا رب. يا ست ما تخافيش، يمكن تكون في مأمورية، اطلعي اسالي عليها. اسال عليها مين؟ استاذ جعفر في الدور الثاني. بلاش هزار امال، بقى معقول نوال ترفضنا كلنا وترضى بالواد العيب ده؟ بشرفي، بشرف امي، شايفه بعناية في سريره. غريبة. واللي غيظني اكتر بقى ان انا نسيت الازازة اللي كلفتني الشيء الفلاني هناك. حضرتك جعفر بيه؟ ايوه في ايه؟ اختي، اختي يا بيه. اختك مين يا هان؟ نوال. نوال عبد العزيز؟ ايوه. مالها؟ اختفت يا بيه، زي ما تكون فص ملح وداب. خرجت من البيت يوم الخميس وما رجعتش تاني. اطمني يا هانم، ما تخافيش. يعني سيادتك عارف هي فين؟ ايوه. وهي بخير مش كده؟ والله حصل لها حاجه؟ ايه رايك يا جعفر بيه؟ انا بقول نقول للست الطيبه دي على الحقيقه. ايوه، لازم نقول لها الحقيقه، خصوصا ان الولد حسن ده زودها قوي. فاكر بنات الناس ايه؟ لعبه في ايديه. ويطلع مين حسن ده؟ ذئب من ذئاب المجتمع، يضع على وجهه قناع الفضيلة، والفضيلة منه براء. وفاكر البنات اللي بيعتدي على أعراضهم دول أهاليهم كلاب؟ أهاليهم رجالة وحياتك، يعرفوا ازاي يحموا شرفهم. ما تتصوريش يا أنسة نوال، أنا سعيد بوجودك معايا قد إيه. أنت دايماً بتاكل لوحدك؟ لا ازاي بقى؟ أنا ساعات أتعشى مع شادية، أحيانا مع هند رستم، مع فاتن حمامة. من يومين اتعشيت مع بوسي، بس نور الشريف زعل. أصلي دايما بقعد أتعشى قصاد التلفزيون. أنت عارفة إحنا هنعمل إيه بعد ما نخلص أكل؟ هنغسل الزحوم. لا قصدي بعد كده. هنعمل إيه؟ إذا كنت مش عاوزة بلاش. هو ايه ده اللي انا مش عاوزه؟ مش عايزاه يعني. هنكمل فورت الكوتشينه. بس النهارده بقى انا مش هستغل الموقف زي ما استغليته امبارح واحنا في السرير. انت اللي اسمك حسن شلبي؟ ايوه. فردوس؟ عاش من شافك يا مزمزيل نوال، وحشتينا. اختي فردوس. اهلا وسهلا يا ست فردوس.
البسي هدومك ويلا بينا. يا ست فردوس انا عارف مخك راح لفين، بس اتاكدي انك غلطانه. انا حسابي هيكون وياها هي دي اخرتها يا نوال. عايزه تفضحينا، عايزه حنفي يطلقني ويرميني في الشارع انا وانتي. والله يا ست فردوس احنا ما عملنا حاجه، احنا يا دوب كنا بناكل وكنا هنغسل الصحون. اخرس انت يا مجرم يا ضلالي. سيبيه سيبيه يا فردوس، سيبيه انا رايحه اغير هدومي. تحبي حضرتك تشربي حاجه ساقعه؟ شربت السم ولا تحبي تاكلي مكرونه؟ كلك حنش. حضرتك واقفه ليه؟ ما تتفضلي تقعدي. قعدت عليك حيطه. الحقيقه الانسه نوال اختك دي مفيش زيها اتنين، جمال وكمال. الحقيقه عرفته ترب. مساء الخير يا استاذ حسن. ازاي المريضه النهارده؟ انا كويس. مش انت الانسه نوال؟ هي نوال مالها؟ دي 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 ست فردوس اخت الانسه نوال، اختها الكبيره وهي المسؤوله عنها. هي نوال عيانه؟ لا لا ابدا، دي مجرد حادثه بسيطه. حادثه؟ حادثه ايه؟ دي دي, دي 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 حاجات بتحصل دايما. هي ايه دي اللي بتحصل دايما؟ انت دكتور ايه بالظبط؟ فهمني. بطني بس. ممتاز، الحقيقه اداها حقنه نزلت كل اللي في بطنها. يا لهوي، يبقى لازم تكتب عليها الليله دي. اصلها لما اخذت الحبوب. وبتاخد حبوب؟ يا لهوي يا لهوي. حبوب منومه؟ بيديك حبوب منومه عشان ينيمك ويميل بختك. انا اللي اخدتها من وراها عشان عايز اخلص من عيشتي. عايزه تموتي روحك يا نوال، حرام عليك. وعشان ايه؟ عشان انا. عشانك انت. ايوه، لما قلت لها اني هسيبها. انا هوريك. سيبيها فردوس، ادي اللي جبته لروحك يا غبي. يلا بينا يا فردوس. يعني انت كويسه؟ طمنين. اطمن. سعيده يا استاذ حسن. سعيده يا دكتور، متشكره قوي. كان لازم ده يحصل لك في يوم من الايام. ياه، ده عينك هتورم. اما اروح اجيب الشنطه. لا 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 لا، ما فيش ده يا دكتور، انا مش حاسس باي قلق. الو، انا حسن شلبي، لو سمحتي عاوز اقابل حلمي بيه. لا، حاجة مهمة أوي، بعد إذنك ترد عليا بالتليفون. خلاص يا حبيبي، كل ما تعبك هتنتهي. أنا هريحك خالص من الأنسة نوال. بصراحة يا حلمي بيه، أنا بحبها. أنا لسه ما قلتلهاش، حبيت إن سعادتك أول واحد يعرف. أنا محتاج نوال حلمي بيه، وبكل تواضع هي محتاجة واحد زيي. ألو؟ أيوه، شكرا، أنا طالع حالا. حلمي بيه، انا عندي ليك اخبار كويسه قوي. انا كمان عندي ليك اخبار كويسه يا حسن، كل ما تعبك هتنتهي. انا عارف قد ايه انت كنت قلقان على نوال. خلاص، من النهارده مش هتقلق عليها تاني. ازاي يا فندم؟ خلاص، انا عزلت، سبت البيت وقاعد دلوقتي في بنسيون. والمدام؟ المدام خلاص. إذا كنت عايز تعرف إيه اللي حصل بالظبط أقول لك. أنا نقلت السكرتيرة بره القاهرة. السكرتيرة كلمت مراتي
مراتي نقلتني بره البيت. يا دين النبي. ها ودلوقتي ايه الاخبار الكويسه بتاعتك؟ يا بخصوص الانسه نوال. لا ما انا خلاص فضت لها. وهي كمان خفت ورجعت بيتها. عظيم. اوعى تفتكر اني نسيت تعبك ومجهودك. تعال معايا يا حسن. اقعد. شوف الكرسي ده مقاسه على قدك كده؟ لا على قدك بالظبط. زكي بيس قال وانت هتحل محله. ايه مالك يا حسن؟ باين عليك مش همك يعني. لا ابدا، بس ده بس من اثر المفاجاه. انا فرحان طبعا ومبسوط قوي للانسه نوال. اصل انا بعد ما عرفتها كويس تاكدت انها من البنات اللي اتخلقوا للجواز. طبعا طبعا، بس ده بقى بعد ما تتم اجراءات الطلاق. وبعدين انا نفسي اعيش عازب زيك يومين يا اخي، اتمتع بحريتي. على فكره يا حسن، من مزايا وظيفتك الجديدة إن ليك عربية مخصوص. مفتاح أهو. إنما أنت ما قلتليش. إيه اللي عامل في عينك كده؟ لا أبداً، دي حادثة بسيطة. اتكعبلت في الكرسي وقعت، عيني جت في الشنطة. معلش. ما يقع للشاطر. ازيك يا انسه نوال؟ الحمد لله. انت زي عينك دلوقتي؟ لا الحمد لله دلوقتي بقت كويسه. وحشتني الشقه. عارفه ان احنا ما كملناش خرط الكوتشينه لغايه دلوقتي. فعلا. انت طبعا عرفت اخبار حلمي بيه. مش طلقه؟ هو قال لي من كام يوم وفرحت لك قوي. انا ما كنتش مصدقه انه هيقدر ياخد الخطوه دي. مش قلت لك انه بيحبك؟ انت كان عندك حق فعلا. بالمناسبه انت ما كانش عندك حق لما قلت ان في ناس بتاخد على طول الخط وناس بتدي على طول الخط. انا اهو بقيت مدير كبير، يعني كل واحد فينا وصل اللي هو عاوزه. مش يلا بينا؟ لا انا مش ماشي دلوقتي، اصل عندي شغل اوفر تايم، مسؤوليات المنصب الجديد. طب باي باي. مع السلامه. يا فندم دي رسوم الاحصائيه والبيانات. في 37% من الستات اللي بيشتغلوا في الشركه بيسيبوها بسبب الجواز، و27% بيسيبوها بسبب الخلفه، و5% بتتعب نفسك قوي يا حسن. تلاقيك ناس ان الليله ليله راس السنه. لا مش ناس يا فندم. طب ما هتسهر بقى وتهيص. اعمل زي انا ونوال. احنا ناويين نقضي ليله انس. كل سنه وحضرتك طيب. وانا ما قلتلكش. مش المدام لقيت مفتاح شقتك في جيبي راحت رميها من الشباك؟ خير ما عملت. يبقى لازم تسلفني مفتاح شقتك. انا اسف يا حلمي بيه. اسف يعني ايه؟ يعني سيادتك مش هتقدر تجيب اي ست في شقتي بعد كده. دي مش اي ست، دي الانسه نوال. وخصوصا الانسه نوال. سمعني كده. مفيش مفتاح. يا حسن لما خليتك دراع اليمين كنت متصور انك انسان ذكي تعرف مصلحتك. المركز اللي انت وصلت له بسهوله ده غيرك بيقضي سنين يجري وراه وما يطلوش. وزي ما رفعتك لفوق اقدر انزلك لتحت وبجره قلم. يعجبني ذكاءك يا حسن. شكرا.
ده انت غلطت في المفتاح يا حسن. لا يا حلمي بيه، لكن ده مفتاح العربية. فعلا، اصلي مش هحتاج لها بعد كده. الله، انت جرالك ايه يا حسن؟ اللي جرالي اني قررت ابقى راجل شريف. يعني ايه؟ يعني ضميري مرتاح وكرامتي محفوظة، وده شيء اهم الف مرة من الترقية والفلوس والعربية. مع السلامة يا حلمي بيه. انت مرفوض. طص. كل سنة وانت طيب يا نور. وانت طيب. سليم؟ متأكد؟ أيوة متأكد. طب ركبتك سليمة؟ ركبتي سليمة. طب ممكن أدخل؟ طبعا طبعا، تفضلي تفضلي. انت ناوي تسافر ولا ايه؟ ايوه خلاص، ما بقاش في حاجه تربطني بالبلد دي. وانا كمان ما عنديش اي حاجه تربطني بالبلد دي. يبقى بصره. هي فين الكوتشينه؟ الدرج ده. وحلمي بيه اخباره؟ لو كنت بعرف اعمل فطير مشلتت كنت بعت له فطيره. انا بحبك يا انسه نوال. ولا
سامعاني؟